على طريقتهم الخاصة. احتفل أهالي نجع جبران بمحافظة أسوان بدخول خدمة الكهرباء للقرية ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. ده من خلال ذبح الذبايح ابتهاجاً بتوفير التيار الكهربائي بعد سنوات من المعاناة والظلام. أهالي نجع جبران اتجمعوا وذبحوا الذبايح وأقاموا وليمة دعوا ليها كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير لأهالي القرية، باعتبار أن القرية دي كانت بتعيش في ظلام والأول مرة بتدخلها خدمة الكهرباء. وجهوا في نفس التوقيت الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز. فالاحتفالات الحقيقة شهدت تقديم المشروبات والمأكولات للضيوف وأهالي القرية، ويمكن إحنا بنقول أن حياة كريمة ربما غيرت من وجه مصر بشكل كبير جدا. بنتكلم في حوالي 60% من المواطنين المصريين بدأوا ينعموا بخدمات حياة كريمة. فحضراتكم ليكم أم تتخيلوا بقى أن مكان لغاية السنة دي 2023 ما كانش عنده كهرباء. إحنا لما الكهرباء كانت بتقطع عندنا شوية صغيرة كنا بنعيش في حالة يعني يرثى ليها. فعايزين نتكلم على أحوال الناس في أهالي نجع جبران وإزاي حياتهم بدأت تكون متغيرة، إزاي كانت الخطوة دي بالنسبة لهم شيء جديد وشيء أعتقد هيفرق معهم بنسبة 1000000%. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ عبد الله البشاري، أحد أهالي قرية جبران بأسوان. أهلا بيك يا أستاذ عبد الله، وسعيد جدا بوجودك معانا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بكم، والله سعداء بكم النهارده، ونشكر سيادة الرئيس في مبادرة حياة كريمة، ونشكر كل المحافظ أسوان أشرف عطية. والحمد لله تم في مبادرة حياة كريمة توصيل هذه الكهرباء للنجم. استاذ عبد الله انا بس مش سامعك كويس، صوتك مش واصل لي كويس. والله انا عايز ركش عربيه دلوقتي. طيب احكي لي عن حال القريه قبل وبعد، الدنيا اتغيرت ازاي؟ الاول كانت معايا صراحه. فالحمد لله دلوقتي فرحه وفي بهجه وفي حياه والحمد لله. يعني من سنوات طويله الواحد لا يعايش مني ان ما جايش سهر. فالحمد لله في مبادره الرئيس، نشكر الرئيس، والحمد لله تم توفير هذه الكهرباء للنجم. البلد كلها دلوقتي اتغطت بالكهرباء بالكامل. بالكامل الحمد لله، يعني في فرحة والله مصلى على النبي، يعني عشنا اتولدنا من جداد يعني. طب انتوا ازاي كنتوا عايشين يا استاذ عبد الله يعني في الفترة السابقة قبل ما يكون عندكم كهرباء؟ دلوقتي مثلا بنتكلم، انت عشان تكون عايش في الدنيا ومتابع هيكون عندك على الأقل تلفزيون، هيكون عندك راديو، عشان تحفظ اكلك لازم يكون عندك ثلاجة. انتوا كنتوا عايشين ازاي؟ احكي لي. والله كنا الصراحه يعني في ظلام، والواحد العيال كمان يخاف عليها ان تطلع برا من هذا الحشرات ومن هذا الدبيب. فظلام من العشيه الواحد اذا المغرب العيال بيلمهم بيخاف عليهم. الحمد لله العيال كبير صغير كله طالب بيتونس وبيش ماشي وبيروح بعض. والحمد لله يعني حياه الله مصلى على النبي. ربنا يبارك ليكم ويحفظكم والف مليون مبروك. يمكن هي حاجه متاخره شويه، ولكن الحمد لله ان هي بقت موجوده، ويا رب حياه كريمه تغير وجه الحياه في مصر بالكامل ان شاء الله زي ما بيتمنى. ان شاء الله نشكر سياده الرئيس في المبادره دي هذا، والحمد لله يعني تم للنجح وفرحه وكل تهاني من الاهالي. الحمد لله، ربنا يسعدكم يا استاذ عبد الله، انا بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عبد الله البشاري أحد أهالي قرية جبران بأسوان اللي لسه دخلها الكهرباء في إطار مبادرة حياة كريمة، أشكرك شكرا جزيلا.